كثير من الناس تروح المالديف وسيشل وموريشيوس عشان الشواطئ والمسابح والطبيعة والهدوء، لكن نسوا أن هناك بعض البلدان العربية فيها كل هذه الأشياء وأكثر، بالإضافة إلى وجود الطبيعة والتاريخ والحضارة والشعب الطيب. صراحة أنا أشوف أن تونس بديل عن المالديف وعن سيشل وعن موريشيوس، بالإضافة إلى أنها جميلة جدا في الشتاء أو في الصيف. استضفنا 45 وكيل اسفار، معناها اجون دو فواياج، باش يجيو باش نعرفوهم بتونس، باش ينجموا كي يروحوا يبيعوا تونس، بيان سور يبيعوا لنا تونس بالكدا. دونك قاعدين يعملوا في دوره، عملوا تونس كارتاج، سيدي بوسعيد، المدينه، مشاو الحمامات، سوسه، دوز، الجم، قصر الجم، دونك توزر. في نفس الوقت عرفناهم بزيت الزيتون، عملنا لهم ديجوستاسيون في دار عربي في وسط نابل، دونك تاع زيت الزيتون، ولقات برشا نجاح. عملنا لهم ديجوستاسيون دو فان تونسي، زادوا عجبهم برشا، ils étaient très étonnés. وفلا دونك فرحانين هما برشا برشا على الاخر، وباش يرجعوا متاكدين اللي باش يبيعوا لنا برشا تونسي، ils vont promouvoir زاد لا ديستيناسيون. بون مش اول مره نعمل من اكسيون معناها على تونس، دونك جبنا قبل دي اجونس دو فواياج، و سي لو مويان لو بلو افيكاس باش تعرف تونس، معناها خاطر هو اللي عنده الكليون، لو كليون في يده اون جينيرال لاجونس. ويقولوا نحب نمشي دون زي ديستيناسيون اكزوتيك، كيسكو تو مو بروبوز؟ يعرفوا المغرب، يعرفوا مصر، تونس، تونس اون فيت تعجبهم اكثر من المغرب واكثر من مصر. احنا قاعدين توا نخدموا بيان سور افيك لو ان تي تي، وزاره السياحه والكل، بور اتر بلو اغريسيف على المارشي، وباش تكون اكثر فيزيبيليتي وبوكو بلوس داكسيون. وان شاء الله باش نوصلوا بيان سور من هون لثلاث اربع سنين، ناويين باش نوصلوا بيان سور ابوبخي ل 40,000 سائح برازيلي. مشيت المرة الأولى للبرازيل عجبتني، ولقيت اون اوبورتينيتي خاطر تونس ماهيش معروفة اون فيت، معناها كي تدخلهم تونس ديجا ما يعرفش تونس، يقول لك فين تونس هذه في الآزي في الأوروب. دونك فهمت لي تونس ماهيش موجودة في الخريطة نتاع التوريزم في البرازيل. دونك لا جاي الديكليك، قلت il y a une opportunité. تونس مش معروفة، علاش ما لانسيش حاجة على تونس؟ قمنا بكو داكسيون معناها في البرازيل، عملنا باغ اكزومبل دي جورني غاسترونوميك على تونس، دونك ونستدعيو دي اجونس دو فواياج ونعملو لهم دي بريزونتاسيون، عملنا با مال دي وركشوب، شاركت في برشا معارض سيرتو نتاع توريزم. il faut savoir لو ان تي تي on n'a pas un bureau في البرازيل، دونك entre guillemets كنت نخدم في خدمة لو ان تي تي. J'étais un peu l'ambassadeur de Tunis pour le tourisme. L'avantage تاع السائح البرازيلي بارابور على السائح الاوروبيان اللي هو il dépense برشا، معناها en moyenne il dépense 2000 دولار par séjour، اللي هو ça représente deux fois le un touriste chinois et trois fois ou quatre fois un touriste européen. Donc c'est un touriste اللي يحب يشري l'artisanat، يشري الزراعة، c'est très important. يحب يخرج les restaurants، يحب يخرج في البرازيليان، c'est
c'est quelqu'un de festif, il aime la fête, comme tu sais, le carnaval au Brésil, donc c'est un peuple très festif. Donc c'est un consommateur qui sort, hein, deux, il vient dans le bas et moyenne saison. Imaginez, je suis en période déjà avec les touristes.